صباح الخير عليكم من ارض الجبال. احنا النهارده في كشمير ولا عندي برد، يعني الجو هنا غريب جدا، ساقع وسخن، بس المناظر تجدد. بص بقى المنظر ورايا دلوقتي، انا جينا مكان حلو قوي في كشمير اسمه جولبر. تعالوا بقى نتفرج مع بعض على جبال كشمير وافرجكم على ناس كشمير والحاجات الحلوه اللي هنا. يلا بينا. وده بقى كان الطريق لاول مكان هنروحه النهارده، قريه اسمها جولمرج. المنطقه دي بقى مشهوره جدا تصوير الافلام بتاعت بوليوود وكده. الطريق اصلا كله كان طلوع على جبل والمناظر كلها كانت حلوه طول الطريق، قلنا بقى ما بالك بالمنظر من فوق. وبعد ما وصلنا كمان قالوا لنا ان احنا لازم نركب تلفريك عشان نوصل للمكان النهائي اللي فيه المنظر الجميل اللي بيصوروا فيه الافلام. ياه لوحدينا، حطينا بقى اهو بقى الرحله بدات. بسم الله بسم الله، الله اكبر. اوه واو، يا افضل شكل، المنظر رهيب. بصوا المنظر اللي تحت، يا الله على الجمال، الله حلو قوي. افضل شكلك خايف ولا ايه؟ عشان العربية دي عم بعمل اصوات غريبة. اه 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 خايف شوية بس. عادي عادي ما تخافش، انا معاك. يعني بصوا احنا فوق ازاي، ولسه الاشجار برضو، يعني الاشجار اطول مننا. ودلوقتي بقى احنا طالعين للقرية اللي فوق الجبال اللي اسمها جولمرج. القرية دي بقى على حدود الهند وباكستان، بعيدة جدا، ابعد نقطة في الهند وقريبة جدا لباكستان، لكن احنا ما نقدرش نعدي من النقطة دي لان بعد الجبال دي باكستان، اللي طبعا مستحيل ان احنا نقدر ندخلها. وكمان في كل حتة في المنطقة يعني حوالين جيش كتير، لان دي حدود زي ما انتوا عارفين. اهو التلفريك اللي ركبناه. بصوا لبست جوجو كل الهدوم اللي كانت معايا علشان الجو ساقع قوي هنا. ما شاء الله المكان جميل قوي قوي قوي، كان نفسي يبقى صوتي احسن من كده عشان اعبر عن اللي جوايا. طلعنا فوق قوي، فوق فوق فوق، حوالي 3500 متر من على سطح الارض. صراحه كشمير جميله قوي يا جماعه، جميله وامان جدا، امان جدا. يعني الناس هنا ما بيحطوش حتى حديد على بيوتهم، مع ان كل البيوت في الهند جوه بيحطوا زي اللي هو ايه، حديد كده على البيت، لكن هنا ما فيش. كل الناس سايبين الشبابيك مفتوحه، سايبين الابواب مفتوحه، فهي امان جدا ونظيفه جدا وحلوه جدا. وبرده يا جماعه كل الاشجار انتوا شايفين هنا، ده مش هتلاقي في اي بلد تاني في الهند. يومي بصوا الاكل شكله لذيذ وكمان المنظر جميل، اخر حلاوه. الجو كان ساقع قوي فوق، فروحنا ندفي نفسنا وناكل اكله لذيذه كده، باتر تشيكن وشويه فرايد رايس، يعني اكل كده ايه دفي الواحد. قلنا بقى يلا نكتشف المكان، ولقينا في حفله مدرسيه كده، فقلنا نتفرج عليهم بيعملوا ايه. لقينا ان هم بيعملوا زي حفله وطنيه مدرسيه. طبعا دي مدرسه كشميريه وكل الطلاب اللي فيها كشميريين. طبعا يا جماعه انا قبل ما اجي هنا واشوف بعيني كنت فاكره ان كشمير دي فيها صراعات والسياسه، وكمان كنت فاكراها مش امان. يمكن الكلام ده حصل زمان، لكن حاليا الحقيقه مختلفه تماما، والبلد امان وسياحيه من الدرجه الاولى، وهم بيرحبوا بالسياح اللي جايين من اي مكان. وكان في برضو تبع الاستعراض المدرسي كان في فرقه موسيقيه كشميريه بيغنوا وبيطبلوا على اله موسيقيه شبه القلة كده. هاري بوتر دي ولا ايه؟ اسمها غابة هاري بوتر كده، هوجورتس. بصوا شبه ايه؟ شبه الافلام قوي يا جماعة، انا عمري ما شفت مناظر حلوة كده. في بيوت تحت، يا ترى في ناس عايشين تحت؟ لسه اهو. بصوا في بيوت تحت بجد. حاسة بضغط في وداني، عارف الضغط ده؟ اي 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 يعني عندي برد وضغط وكل ده. يا جماعة الحمد لله وصلنا للأرض تاني بسلامة، احنا كنا في الفضاء فوق. ودلوقتي رايحين على وجهتنا اللي جاية، اللي هي هتعجبكم قوي بقى، يعني استنوا معانا لان اللي جاي احلى بقى. يعني دي بالذات احنا في مدينة شرينجر اللي هي عاصمة كشمير، والصراحة انا كنت متوقعة تبقى زي اي مدينة، بس لقيتها يا جماعة صراحة حاجة كده تجنن. بصوا الجمال، اصلا ده حديقة عادية جدا، حديقة يعني للناس كده، ما شاء الله المدينة متطورة جدا
وجميله جدا يعني جمال وتطور، عاملين كومباينيشن رائع. تعالوا بقى نشوف مع بعض جوله في كشمير ومدينه سرينجر، وهاخدكم بقى جوله نتفرج فيها على المناظر الطبيعيه، على السوق هنا في كشمير، نتعرف على الناس الكشميريه وحياتهم. طبعا احنا لسه راجعين من الفرح الكشميري، كانت تجربه رائعه جدا. بس احنا كنا في القريه هناك، كانت منطقه معزوله، بس دلوقتي بقى جينا على المدينه اللي هي مدينه سرينجر اللي هي عاصمه كشمير. ايه رايكم بقى في اللبس الكشميري النهارده؟ انا لابسه لبس كشميري، واصلا انا شكلي يعني شبه الناس اللي هنا خالص، كلهم اصلا بيفتكروني من البلد هنا. كشمير يا جماعه معروفه بالمناظر الطبيعيه الخلابه، فالنهارده بقى هناخدكم جوله، يعني هنحاول نلم كل الاماكن الحلوه كده زي الحديقه اللي احنا فيها دلوقتي دي، وهكتب لكم اسمها تحت علشان لو اي حد جه هنا وعايز يجي يتفسح في اماكن حلوه، كل مكان هروحه هكتب اسمه تحت والمدينه اللي هو فيها. وطبعا لو عايزين اي مساعده، لو انتوا جيتوا هنا كشمير، احنا بدانا ان احنا نتعرف على ناس وعندنا اصدقاء هنا، ونقدر ان احنا نساعدكم في رحلتكم لكشمير. فيلا بينا نشوف الاماكن بقى اللي جايه هتكون فين، ونتفرج مع بعض على الاماكن الخلابه والمناظر الطبيعيه الخلابه. الحديقه دي بقى معروفه بالازهار، كل الازهار والورد. بصوا مكتوب ورايا في اليافطه ان بتفتح من 9 لحتى غروب الشمس، كل الاماكن هنا بتقفل وقت غروب الشمس، يعني لو حد جاي لازم يكون من الناس اللي بيصحوا بدري وبيناموا بدري علشان يلحق يتفسح هنا. نهر هنا في اندر. عمو بيقول لنا ان كل المية هنا في الحديقة او في اي مكان في كشمير عامة تقدروا تشربوها، يعني دي مش حاجة موجودة قوي في الهند، لان المية يعني مش صالحة للشرب قوي، لكن في كشمير بس تقدروا تشربوا من اي حنفية. المياه الانهار هنا عذبة جدا ونظيفة جدا ما شاء الله، يعني يلا اصلا ممكن نجرب مع بعض. بصوا دخلنا بقى الحديقة التانية، دي جرين وول طبيعية. هنا بيقول لك يعني بتتصور باللبس التقليدي الكشميري. طبعا السياح هنا اغلبهم هنود، مش عارفة افضل بيعمل ايه، بيغسل التفاحة لجوجو. بصوا بقى افضل بيغسل التفاحة ازاي، عاملين اصلا المكان حلو قوي. بصوا الحجر وعلى شكل سمكة. المية دي جاي من تحت الارض، مش عارفين ازاي يعني، ده كاريزما يعني حاجة عجيبة. ودايما في هنا رحلات مدرسية للحدائق العامة. بياخدوا توكيل يعني على اساس ان انا مشهورة، بس مش عارفيني اصلا. بجد الحدائق دي بتحسسك انك اميرة كده ماشية في الحديقة بتاعت قصرك، فقلنا بقى نتصور انا وجوجو زي الاميرات كده. وطبعا الاميرات لازم يعملوا شوبينج، اي مكان سياحي بيكون فيه ماركت صغير كده انا بحبه جدا وبحب اشتري منه تذكارات. وده بقى اللبس الكشميري التقليدي، وكمان التطريز بتاعهم اللي اسمه كاشيدا كاري، هتلاقوه في اماكن كتير جدا، وهتلاقوه بيتباع في البلاد العربية وفي مصر في البازارات، لكن هو اصله كشميري، فشايفين فنهم عالمي ازاي، ومحدش يعرف المعلومة دي كتير. شكله تحفة، انا عاجبني اوي الشنطة دي، وتقريبا هاخدها دي ولا دي، انا حاسس دي احلى صح؟ لا دي برضو احلى، بس شكله شيك كده قوي، بس ده يعني ريجولر يوز. انا سألت على دي قال لي سعرها حوالي 250 روبية، يعني حوالي 100 جنيه كده، فصراحة تحس البياع سوري مش هندي خالص. بس لازم احذركم ان البياعين هنا شاطرين جدا، يعني بذوقهم وباسلوبهم الكويس ده بيخلوك عايز تشتري كمان الصراحه. بس انا اشتريت حاجه واحده بس عشان لسه هروح الماركت بالليل، فمحوشه يعني. دي طبعا اي ام لازم تمر بموقف محرج وبنتها واخده حاجه وماشيه بيها عادي. طلعنا بقى من المكان السياحي ده، وقلنا احنا لازم بقى ناكل اكل شارع، يعني لازم نرمرم، ما نبقاش كده افضل وياسمين من غير ما ناكل حاجه كده من الشارع. بس قعدنا ندور كتير ما لقيناش ولا حد بيبيع اكل شارع، يعني استغربنا قوي. بس لقينا واحد في الاخر بيعمل بيض اومليت يا جماعه، فقلنا خلاص خلينا ننفعه بقى النهارده ونشتري منه. قررنا ناكل تصبيره اومليت عادي، يعني هنا كل الاكل الفطار تقريبا اومليت، كل يوم الصبح اومليت وشاي. شكله لذيذ. شكله لذيذ فعلا.
يلا نجرب بقى اكل الشاورا في كشمير. بس الشاورا دي نظيف جدا على فكره. خلصنا اكل والحمد لله شبعنا، قلنا بقى لازم نيجي ونشرب الكشميري قهوة. بس برضو يا جماعة مع ان احنا بنحب نرمرم برضو بنحب نروح اماكن لطيفة وذوق وراقية وكده، فرحنا الكافيه ده. شايفين الكافيه جماله صراحة، كان شكله حلو قوي وكان شكلي فيه يعني يليق بيه، يعني يليق بيه هذا المكان. فطلبنا منه قهوة كشميري. القهوة الكشميري دي بجد طعمها خطير يا جماعة، مش بالملح ولا حاجة، لا بالورد. حاجة جميلة قوي 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 عجبتني. بتتعمل بمربى الورد كده والمكسرات، طعم زعفران كده بيدخل على قلبك يدفيك في السقعة دي. يا حاجة فخمة جدا بجد، حلوة يا جماعة. القهوة الكشميري اديها 10 من 10، وكنت بشربها طول الوقت في الرحلة. انا دلوقتي بقى في السوق بتاع كشمير المشهور جدا، لالتشوك، يعني السوق الاحمر. ومش عارفه مسمينه سوق احمر ليه، بس هو الصراحه في حاجات حلوه قوي. عارفين بقى الشيلان الكشميري اللي طالعه موضه دلوقتي يا جماعه، كلها كانت هناك كل الالوان والاشكال، وكان ده قبل ما تطلع موضه، فيا ريتني اشتريت كتير. انا اشتريت 2 بس في الاخر. بس بصوا الاشكال حلوه ازاي، وكمان الشنط وكل بصوا الشنطه دي جبتها لجوجو. ايه رايكم في الشنطه دي؟ شكلها كيوت قوي. كنت فاكره ان دي اكسسوارات يا جماعه، وداخله اسال بقلب جامد، لا اكتشفت ان ده ذهب. ذهب يا جماعه ما شاء الله، ده ذهب يا جماعه، ذهب بجد. انا كنت فاكره الاول اكسسوارات، بس لقيتهم هنا بيلبسوا ذهب ما شاء الله. وكمان كنت عايزه اشتري جاكيت بما ان الجو داخل على الشتا وكده، وده الجاكيت ده ايه رايكم؟ متخني. ايوه عارفه ان انا تخنت جدا. فانا بقول لكم اهو من دلوقتي شكلي اصلا انا ببص على نفسي في الفيديو تخينه جدا. قلت بقى اتسوق شويه وجبت بقى حاجات زي اللي انا لابساها دي كتير، لانها عجبتني جدا في اللبس، شكلها حلو قوي. خلصت شوبينج خلاص، اشتريت حاجات حلوه قوي 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 بقى افرجها لكم كده. نكون خلصنا وجننت تعبت خالص من اللف طول اليوم صح؟